يعدل. تمام. الحين باب خلصنا من ال خلصنا من هذيل كلهم الا اللينك. طيب اتوقع محمد ينتظر اللينك. اللينك اذا تذكرون انا قلت ان احنا نحط داخل الهيد اي معلومات احنا نبغى نقول للمتصفح ترى كذا، صح ولا لا؟ الحين انا قلت له هنا ترى العنوان الصفحه كذا، اقدر اقول له هنا زياده على عنوان الصفحه اقدر اقول له لينك. لينك يعني كان اربط هذه الصفحه باللي بعطيك اياه، واضيف كاني بضيف رابط اتش ار اي اف يساوي، واقول له مثلا ستايل دوت، هنا في خطا اتش ار اي اف، لاحظ اذا ما تغير عندي اللون معناه في غلط. حلو. ستايل دوت سي اس اس، بعدين نقول له تايب يساوي تايب معروف تكست سلاش سي اس اس، هذه على طول تنكتب كذا تمام، ما فيها تايب. دائما اذا انا ملف سي اس اس اقول له تكست سلاش سي اس اس، هذه وش معناها يا متصفح؟ ترى انا يعطيك ملف سي اس اس، اذا ما قدرت تفتحه اقراه كانه تكست، لا تقراه كانه سي اس اس، تمام؟ هذا معناها الحرفي يعني. بعدين اقول له هنا في حاجة هنا كانت ريل وقفل، اوكي. الا في حاجة فيها ستايل شيت، ثاني واحدة انا قاعد اشيك على شغلة. طيب الريل المفروض يساوي ستايل شيت، حلو. فالمفروض اني اقول هنا ريل يساوي ستايل شيت، حلو معاي؟ معنى الكلام اللي مكتوب لينك اربط لي اي شيء. لاحظ بس بعطيكم معلومة بسيطة، اغلب التاجات اللي داخل الهيد تكون ما لها اغلاقة، اغلبها ما عدا التايتل هو اللي لها اغلاقة، اغلبها ما لها اغلاقة تمام. هذا اقول له اربط لي الملف هذا اللي مكانه هنا، يعني لو كان داخل مجلد بحط اسم المجلد سلاش زي ما اسوي مع الصورة تمام. وبعدين قلت له ترى نوع المجلد سي اس اس، اذا ما قدرت تقراها اقراها كانها تكست. نوع المجلد تراه ستايل شيت، تراه يعني عشان اسوي ستايل للصفحة تمام. سي اس اس هي ستايل شيت يعني، بس انا قاعد اعرفه اقول له ترى نوع المجلد ستايل شيت. في سبب ليش هذه الاشياء كلها قاعد ازودها كذا ومو بس اعطيها الرابط وخلاص، لانهم قبل كانوا يعتمدون على بس هذا وبس هذا، وتجيك متصفحات تعتمد لازم يكون فيها الريل تمام، لها تفصيل. هي رأيي لك لا تشغل نفسك فيها، اهم شيء يعرف انه تحط الرابط بعدين تحط التايب بعدين تحط الريل تقول له تراها ستايل شيت، حلو. اي هذه ثابته خلاص في كل حاجه تحطها. اذا بندخل فيها ترى فيه متصفح سفاري، متصفح فايرفوكس، متصفح كروم، متصفح الويندوز، متصفح تمام، الايدج والاكسبلورر، وفي ناس للحين يستخدمون ويندوز اكس بي، يعني لها تشعب. ليش قاعدين يضيفونها كذا تمام؟ متصفحات قديمة تقرا اشياء ما تقرا اشياء، متصفحات جديدة تقرا كل شيء تمام. فهذا اللينك ينحط زي كذا. شلون ينكتب ال CSS؟ هذه مش معانا في الاختبار الى الان، فما افضل ان احنا نتعمق فيها، نتركها. حلو، نتركها الحين، واذا جاء وقتها في اختبار هي داخلة فيه بنتعمق فيها. بس عرفت كيف ينكتب اللينك؟ تمام. احمد العمران تمام، الله يعافيك. هذا بخصوص اللينك. بعض الاشياء بعض الاحيان احنا نكتبها اتريبيوتس،
هذه كلها اسمها attributes اللي طلع بالأحمر. بالحين أكتبها لبعض أنواع المتصفحات عشان ما يواجهون في مشكلة. لو تلاحظون بعض الأحيان تيجي تفتح مثلا أبشر ما يرضى يفتح معك على متصفح أو تواجه مشكلة ويقول لك افتحها على الإنترنت إكسبلورر ولا افتحها على كذا، ولما تفتح تلقى أمورك تمشي تمام. بسبب هذه الأشياء أن في بعض التاجات مو قاعد يقراها متصفحك، أو يمكن متصفح اللي عندك معلق، لأن المتصفحات تحفظ ملفات أصلاً على الجهاز، فيكون قاعد يطلع ملفات من الجهاز مو قاعد يطلع ملفات من النت يعني دايركت، تمام؟ فيقولك افتح على المتصفح هذاك، لأن هذاك متصفح بيقرأ قيمة معينة، هو مو قاعد يقولك إياها. يعني هذا الشخص اللي قاعد يقولك افتحها على إكسبلورر مو قاعد يقولها لك عبث، لأن هم حاسبين حساب إكسبلورر، تمام؟ أو هم كل تست يسوونه على متصفح إكسبلورر، تمام؟ طيب الحين بنبدأ في هذه الثلاثة، وبعدها بنبدأ بالفور، تمام؟ طب أنا خلوني أسويها في صفحة الباكيج بدل ما أسويها في صفحة الاندكس، أسويها في صفحة الباكيج. وبضيف عندي أنواع القوائم ثنتين، عندي قائمة مرتبة مرقمة وغير مرقمة. حلو، المرقمة اسمها OL، والغير مرقمة اسمها UL. الحين إذا جيت أسويها عشان ما أخبط، نفس الشيء لو تلاحظون كل دائما وأنا قاعد أكتب معكم أسوي التابات هذه بحيث إنه يطلع الكود واضح. أبي أسوي قائمة مرقمة OL. إيش معنى OL؟ Ordered List. إلا بسوي التاب الحين وأقفل. حلو، تمام. هذا الـ OL عندي، OL/OL. الحين داخلها بحط List Item LI، بحط ثلاثة، الأولى فيها رقم واحد، الثانية فيها رقم اثنين، الثالثة فيها رقم ثلاثة. تحتها بسوي الثانية اللي هي U L. U معناها unordered يعني غير مرتبة، ال L list. داخلها بحط اللي هي ال L I list item، بحط ثلاثة، بقول هنا أربعة خمسة ستة. أحفظ، بروح للملف حقي، بضغط على الباقات، هذا قائمة مرتبة بيطلعها لي مرقمة، والغير مرتبة بيطلعها لي كنقاط، تمام. هذه في أحد منكم أصلا في عنده فيها مشكلة؟ تمام، احنا عارفين ان اي تاج اقدر احط داخله اي شيء. يعني ممكن احط هنا صورة، ممكن احط ايقونة، ممكن احط رابط، ممكن احط اي شيء ابي، تمام. ممكن يكون بس يعني نص بس، زي ما انا هنا حاطهم كنصوص. هذه الـ OL والـ UL والـ LI كلهم على السريع. اذا في احد في عنده فيها مشكلة، عنده فيها سؤال، عنده فيها شيء، يتكلم. مش اي او ال، اي الاو معناها اوردر، معناها مرتبه، اي ان اوردرد ليست غير مرتبه، والال اي ليست ايتم. الليست اي الليست ايتم مستحيل تحط عنصر من عناصر القائمة بدون ما تحطها داخل القائمة وتحدد هل القائمة هذه مرتبة ولا غير مرتبة، صح؟ يعني ما تحطها داخلها، يعني ما تحطها برا. ليست ايتم ممكن تحطها برا، يمكن يشتغل معاك. ها هذا بحذفهم، حفظ، خلنا نروح ونحدث. ايش طلع معي؟ على طول خلاها ان اوردرد. المتصفح الاكسبلورر، مو بالاكسبلورر، شو اسمه، الكروم،
على طول بيعدل. شوف شوف شفت على طول بيضيف اشياء من نفسه معي علشان يعدل اي اخطاء في الHTML انت طايح فيها. بس بعض المتصفحات يمكن لا، يمكن يطلع معك ملخبط. تمام، فدائما الليست ايتم تحطه داخل، تحدد هل هي القائمة مرتبة ولا غير مرتبة. حلو. طيب ان شاء الله. زين، خلصنا من الليست ايتم، ندخل الحين فورم. اذا في احد عنده مشكلة في الليست ايتم من الحين يعني بلغنا، يقول قبل لا حمد الهاجري اذا عنده مشكله بيقول يا حمد العمران. تمام. الحين ببدا في الفورم، بروح صفحه الكونتاكت وببدا اسوي الفورم. تمام. طيب انا بسوي الفورم بطريقتي، قولوا لي وانا ساكت. الحين ببدا اسوي حاجه وابي اشوف، اذا انتم مو فاهمين اللي قاعد يصير قولوا. وين الغلط يا حمد؟ ايوه ايش فيها؟ طيب عدل، متعمد انا مخطرها. لا صحيح متعمد، انا بشوفك أشوف الشباب ناموا ولا آخر الليل ولا لا. طيب الحين هذا سويت. لا ترد يا العمران، خلك ساكت. ولا حمد الهاجري، ولا حمد الهاجري. معليش. الشباب الموجودين شباب، ايش سويت؟ علي بوموزة، ايش سويت انا؟ ايش مسوي انا؟ قل لي الجدول وشو؟ اوصف لي اياه، قل لي اياه. ايه جدول، شو اللي فيه؟ كم صف، كم عمود؟
من هو اللي قال بجاوب؟ ما انا مرسل لك الرابط. بيجيه ابو مشعل، بيجيه ابو مشعل. كم يد حلان؟ خمسة. بس ابي الصفوف، كم صف يد حلان؟ خمس صفوف. خمس صفوف. ابو مشعل كم عمود في كل صف؟ اصبر ما بعد يرد. العسعوس كل صف كم فيه من عمود؟ ابو مشعل شكله حصان راقد. عندي صفين وخمسة اعمدة. دقيقة، صفين وخمسة اعمدة. العسعوس انت رحت الدمام ولا في الحساء؟ لا لا، هذا مو بتأثير الحساء، لو انك ماسك طريق الدمام عذرتك. اصبر اصبر اصبر. لا 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 لا، عادي، بالعكس اسألني. اغلط عندي ولا تغلط عند المدرس، عرفت؟ كيف؟ دقيقة دقيقة، كيف يعني القو؟ اي حلو، يعني كم صف؟ حلو تمام. كم عمود؟ عمود، عمودين في كل صف، صح؟ انا فاهم اللي انت قاعد تقوله. دقيقة دقيقة. اي تبي افصل لك القهوة ولا ما يحتاج؟ لا لا، ابوصل لك الفكرة. انت قاعد تقول للمتصفح انا عندي جدول، حلو، اول ما تبدا التيبل بعدين تقول له تي ار، عندي صف، وتقول له ذا الصف في عمودين، وبعدين تجي تقول له عندي تي ار ثاني، عندي صف ثاني، لو خليته تي دي واحد ايش معناها؟ عندي عمود واحد. خلني انا بجرب معاك، بخليه عمود واحد وما راح احط كول سبان، حلو تمام، في النص تمام. ابوريك المتصفح وش بيسوي. كانت صفحة تواصل معنا، شوف ايش سوى. ترى قص الجدول، جدول مقصوص. حلو يا الجو، الجدول مقصوص. انت طالع المربعات اللي داخل، لا طالع المربعات اللي برا. شوف المربعات اللي داخل، هذا خانة، هذا خانتين، ثلاثة، وين الرابعة؟ ما هي موجودة، صح؟ فانت هو انت اذا جيت تقراهم كل تي دي عمود، اقرا كل تي دي في كل صف كم، تمام؟ هنا عندي اثنين، وهنا اثنين، وهنا اثنين، وهنا اثنين، وهنا اثنين، معناها كم عمود؟ اي خلاص، دام اني ثابت على اثنين، بمجرد ما اوصل ثلاثة كم عمود صاروا؟ لو واحد منهم ثلاثة كم صار الجدول؟ من كم عمود؟ يصير من ثلاثة، يصير خمسة سطور مثلا على حسب عدد التي ار. الأعمدة أكبر عدد هو عدد أعمدة الجدول، تمام؟ حلو الكلام؟
ابو سلطان ما انت بعاقل، تبي توصل 52؟ ها طيب الحين ها بو مش على شكل رقد موجود يا ابن حلال، حطك صامت شكله هلا الله يعينه ويرحمه من الصبح. زين الحين هذا عندي جدول، انا سويت جدول من 5 صفوف عمودي حلو. ما حفظته هناك، احفظ هنا بحدد من 5 صفوف وعمودي حلو. الحين هذا الاسم، الاسم بتكون خانة يكتب فيها اسمه، بس خانة مستطيلة صح ولا لا؟ حلو، فبجي احط فيها عندنا تاج في ال HTML اسمه input، عشان انا متعود احطهم في اي بديك بوريك الفورم، بجي الفورم، بس ترى ممكن اسوي الفورم في الاخير، مو بشرط نسوي في البداية، بوريك الحين بحط تاج عندي اسمه input، والانبوت لازم احدد نوعه تايب حلو، فبقول له تايب تكست حلو، لازم اعطيه اسم دائما الفورم الانبوت دائما 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 اعطيه تايب واعطيه نيم، وكل حاجة تتعلق بالفورم لازم لها نيم، لو وشو لا مو ترى الاي دي مش لازم، الاي دي اذا بستخدمها في الجافا سكريبت حلو، دائما اعطيها نيم حلو، لازم لها نيم، والنيم هذا ما يتكرر نهائيا. في الاختبار افضل انك تعطيها اي دي، هو يقول انه لازم تعطيها اي دي، وهو قاعد يهيئك للجافا سكريبت، فعليا مش لازم يكون موجود الاي دي حلو، بس هنا مثلا ممكن اقول اي دي فول نيم، انتوا في الاختبار حطوا الاي دي يساوي نفس الاسم اللي بتحطه للنيم حلو. الاي دي علشان في الجافا سكريبت اقدر اوصل لهذه واسحب اللي فيها القيمه اللي مكتوبه. لاني بجيبها بالاي دي بالجافا سكريبت، بالجافا سكريبت ما اقدر اجيب بالنيم، اقدر اجيب بالنيم بس ما الافضل انك تجيبها بالاي دي حلو. زين الحين هذا هنا عندي بحط الاي دي فول نيم، النيم بحطه نفس الاسم فول نيم، دائما بحط هذه على طول نفس الشيء، بس دائما الانبوت له تايب، ودائما اي شيء داخل من خصائص الفورم اللي هي انبوت سيلكت ايا كان لها نيم حلو. زين الحين هذا حطينا له فول نيم، اقدر اقفله، وهذا من التاجات، تاجات الفورم كلها ما عدا تاج الفورم، التاجات اللي تندرج تحت الفورم تاجات ما لها نهايه ما لها اغلاق الا تاج واحد اسمه تكست اريا، بس باقي التاجات كلها ما لها اغلاق حلو. الحين تاج الانبوت ما لها اغلاق، هذا ايش نوعه؟ تكست تمام. الحين هنا عند الفون ابي احط تاج انبوت وبيه حق تليفون، فش اكتب يا العسوس؟ اكتب يا الجو؟ اكتب يا الغامدي؟ ابي اكتب ابي هنا للفون ابي احط خانة بحيث انه يعبي رقم التلفون، فش اكتب؟ حلو بس وقف هنا فراس، شو اكتب بعد التل؟ الاي دي
اوكي بعدين حلو، الحين نسكر، لا تنسى تسكر، اوكي لا تنسون تسكرون هذه. زين هذه الانبوت حق الفون، تمام. بحفظ في عندك ملاحظة حمد العمران، حمد الهاجري؟ مش لازم تبي تحطها تحطها، بس عشان توضح. لكن كيف كيف؟ ايه انا محدد مقاس، لا لا انا قاعد اضيفها بس زيادة صعوبة، زيادة معلومات، مو قروشك، زيادة معلومات. لا لا بعطيك المعلومة اللي انا ابغى اوصل لها. كل ما صارت اصعب عليك كل ما سهل عليك الاختبار. اذا تعلمت على اصعب سهل عليك الاختبار، لان الاختبار اسهل من اللي قاعد انا اسويه. بس انا مشيت معاك من الزيرو لين وصلت للفورم، عرفت؟ وقلت لك الويدث من البدايه، الويدث انا قاعد احدد العرض. الحين انا سويت جدول فيه كل عمود فيه عرض 20% و80%. ايه لا 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 انا بس اللهم ترى كل شيء قاعد اسوي تاب 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 بحيث انه يطلع واضح، اقدر اقرا مجرد ما امشي على سطر اقدر اقرا. ولو تلاحظ في النوت باد هنا الحين مجرد ما انا داخل تاج تي ار، لو تلاحظ هنا معطيني بالاحمر، صح ولا لا؟ ترى لو ضغطتها بيقفل لي التي ار هذا، يخفيه، وهذا تي يتنفذ بس يخفيه عني عشان ما اشوفه. يعني كأني اقول الحين انا خلصت من التي ار الاول، هذا ما احتاج اشوفه، صح ولا لا؟ قفله ما بيشوفه. الحين خلصت من التي ار هذه، قفله ما بيشوفه، ابي اشوف بس اللي باقي عندي، عرفت؟ بس فهمتني؟ فانا الحين هنا بس قاعد اشوف، شوف هنا يطلع لي تي ار، ما يطلع لي اغلاقه، كأنه يقول لي ترى هنا في تي ار مفتوح ومغلق. حلو. الحين لو قفلت هذه، شوف لو قفلت هذه وقفلت هذه وقفلت هذه، بيقول لي لا قريت الجدول كذا، شو بيقول لي؟ عندي جدول فيه سطر سطرين ثلاثة أربعة خمسة سطور، صح ولا لا؟ بس خلاص عرفت الجدول عندي فيه خمسة سطور، وخمسة سطور دي كلها خالصة. حلو. فممكن تقفلها أنت تختار اللي أسهل لك وأنت قاعد تشتغل. أنا بعض الأحيان يعني أضيف هذه الأشياء زيادة عشان صعب شوي، وعشان بعد الشكل يطلع افضل شوي. شوف هذا عرض 20%، هذا 80% الباقي، يعني برتب الفورم داخل جدول. ترى اقدر ارتب الفورم داخل جدول، اقدر ارتب، اقدر احط داخل الفورم صوره، اقدر احط داخل الفورم اللي ابي، ما في ضرر ابدا نهائيا، عرفت؟ لا لا ما بعد ما بعد، الحين اضفت عناصر الفورم بدون الفورم. حلو. ايه انا يعني هذا الحين فورم ما يشتغل نهائي الحين، بس انا علشان تعرف الاشياء اللي داخل الفورم. عرفت الانبوت؟ طبعا التايب شو اللي داخله؟ تكست، تليفون، وفي انواع اخرى كثيره، في تاريخ، فيه شو اسمه الله، في ساعه، في انواع كثيره، في ارقام. زين انواع كثيره كثيره جدا. الانبوت تايب انواع كثيره جدا موجوده في ال W3 سكول. ما اتوقع انه بيجيبها كلها، يمكن يجيب لك واحد او اثنين. انا الحين بشرح لك اهم الاشياء. فون اللي اسف تكست والتليفون، في عندنا واحد، في عندنا اثنين زياده. زين في واحد عندنا هنا، انا بس لهذا شوف انبوت تايب يساوي راديو. حلو. نيم يساوي سيتي.
value يساوي اعطي قيمة الأحصى. سكرتها. أي وحدة؟ لا ما يحطها لي مختار، أنا أختار وش القيمة. أنا حد راديو ش ماني إشكال. لا مش ال دقيقة، هذا ال A حقه. عدل شوف الفاليو، موجود الفاليو، حاطه الفاليو، حاط النيم. النيم لازم يكون موحد. الفاليو هذه القيمة اللي ترسل، الحين بوريك اياها بعد شوي، بوريك اياها برمجيا. حلو، انتوا الى الان مو شايفين برمجيا ايش اللي قاعد يصير، يعني لما تضغط في الفورم ارسال، صح ولا لا؟ انا بعد شوي بوريك شلون تشوفها برمجيا، يعني شلون تشوف لما ضغطت ارسال شو اللي يصير. حلو زين، هذا عندي الراديو الاول. الراديو الثاني input type يساوي radio، name يساوي والvalue هنا. حلو زين، الحين بروح هنا واحدث. شفتهم هنا؟ متعمد. لاني ابغى اشوف حاجة. شوف اقدر اختار الثنتين صح؟ لانها اي مش شايلة نفس الاسم. مجرد ما تكون شايلة نفس الاسم، انت لو شفت مسوي راديو، الراديو دائما تستخدم اختار يا هذا يا هذا. حلو، مش عشان تختار قيمتين، مجرد ما تشوف عندك تقدر تختار القيمتين معناها الاسم غير متطابق، ارجع وشيك على الاسم النيم. حلو، طبعا احنا بس عشان قلنا دائما نضيف اي دي ونحط نفس الاسم. اوكي، فانا بضيف هنا اي دي، انا بضيف اي دي ونحط نفس الاسم. تمام، فبمجرد الاي دي المفروض انه يختلف، صحيح اثنين هم، فبحط هنا سي تي 1 هنا سي تي 2. الاي دي المفروض انه ما يتشابه. هذا اللي حمد، الاي دي نهائيا المفروض ما يتشابه الاي دي، لانه الجافا سكريبت المفروض بعدين تسحبه لي، فما ينفع انه يتشابه اسمين، يكون في عندي عنصرين بنفس الاسم ما ينفع، يكون عندي حمد وحمد ما ينفع. زين، الحين هذا بالنسبة للإنبوت. الحين لو جينا خلونا الحين واضح الإنبوت، عندي راديو، عندي كذا، باقي فيه نوع ثاني من الإنبوت برضو مهم، هنا بحطه، بقول إنبوت تايب يساوي تشيك بوكس. حلو، اي اللي بجيك الحين ارجع لها الحين، اعلق عليها الحين. input type يساوي check box. حلو، id يساوي language واحد، name يساوي language، فاليو يساوي عربيك مثلا. حلو، قفل. اي لا، الاي دي لازم دائما يكون متغير، لاني الحين بسوي منه اثنين، فبسوي الثاني هنا يكون اي دي اللي هو اي دي رقم اثنين، والفاليو بتكون انجلش. حلو، اي التشيك بوكس تقدر تختار قيمتين او اكثر. حلو، سيف.
الحين برجع حتى الحين هنا بس هنا عند السيتي بكتب الأحساء بعد كلمة الأحساء هنا الدمام بعد الدمام الحين بينهم أبحط بي آر حلو وهنا بينهم أبحط بي آر حلو عشان يفرق بينهم يصير واحد فوق وواحد تحت الحين لو حدثت الصفحة هذه القيمة حقت الأحساء وهذه القيمة حقت الدمام هذه القيمة حقت شوف هذه أقدر أختار اثنين عادي ما في مشكلة هذه يدي يدي تمام زين سؤال عام للجميع لو أبغى أول ما تتحمل الصفحة يكون مختار افتراضيا الأحساء شو أسوي حط هنا required حط هذا فيه عندي value الحين required الحين إذا أنا بطلب منه لازم تعبي لي الاسم حلو النيم هذا لازم تعبيه أحط هنا بعد هذه بحط required الكلمة required معناها هذا مطلوب لازم تعبيه لو وشو عبه لازم تعبيه إذا فاضي ما يرسل الفور حلو كيف لا ما لا لا ما 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 يطلع لون احمر ما يطلع لون احمر يطلع كذا بلاش لا لا ما حلو الحين انا ابغاه يطلع مختار لي الاحساء بشكل افتراضي انت حلان تعرف شلون طيب اي واحد يعرف ما فيها بعد ولا بلانك انا عرفت ولا سد العسعوس طيب سالم تعرف شلون سلكت رجعت للدبليو 3 سكول هذا حدثنا بعد ما حفظنا ما حددها لي ما اختارها طيب لا لا خلاص انا بختصرها تحط checked حلو checked معناها مختار نفس الشيء هنا اذا ابغى يختار العربي بشكل افتراضي احط هنا checked حلو الحين لو حدثت الصفحه مختار لي هذه بشكل افتراضي مختار لي العربي بشكل افتراضي شوف بحدد الثانيه لا لازم checked لازم تحط checked checked معناها مختارة كنا حاطة يعني مختارة هذه checked تم اختيارها حلو هذه بالنسبة لل الراديو وال check box عشان أخليها مختارة أحط كلمة checked required عشان أجبر الشخص لازم شو اسمه يعبي البيانات حلو لازم يعبي البيانات هذه في عندي حاجه ثانيه غير required ممكن احط disabled مجرد ما اكتب dis بيوديني عندها disabled معناها معطله لو حدثت هنا بتشوفها معطله شفت شلون معطله صارت على الرمادي ما يقدر يعبيها ما يقدر حتى ما اقدر اضغط عندها يعني ما يطلع مؤشر عندها تمام هذا disabled required معناها مطلوبة لازم يعبيها الى الان هذا كله حلو تمام
ولازم الاسم يتطابق. اي الاسم لازم يتطابق. اي الفاليو لا يختلف، مش يولي يختلف، مش يولي. صحيح، بترسل هذه القيمة، هذه القيمة هي اللي بترسل. صحيح، اللي تحط عليهم صح 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 وانت ماشي. صحيح تمام. وهنا عندي حاجة ثانية بضيفها هنا، ايميل ايميل، والتايب ايميل برضو بيكون النوع لازم يكون ايميل، اضفته توني. حلو. هلا حمودي. هذه الخانة فاضية. زين بجيك الحين، بس لو تلاحظ هذا لأنه required، لو حطيت الماوس عليه شو يقول لي؟ Please fill out this field. عدل؟ وهذا يطلع لي عبه، لكن شوف الفون قال لي عبه. عرفت؟ لأن هذا محطوط عليه required، وهذا required، شوف طلع لي إياها. إيه بس إيه إيه تايب إيميل بس حطيت required. حلو؟ زين، الحين بجي إيه إيه أسجل أسجل. يعني إذا بتنام ما بتطلع. يلا، أوكي نوم نوم. زين، هذا بالنسبة لل النيم. عندي تايب تكست، تايب ايميل، تايب تيل اللي هو حق التليفون، هذا ثلاثة استخدمناهم. حلو. وحطينا على النيم ريكوايرد، حطينا على الايميل ريكوايرد، وحط ما حطينا على الفون ريكوايرد، خليناه تمام. الحين في حاجة عندي اسمها بليس هولدر. بليس هولدر تساوي مثلا ممكن اكتب first name last name تمام. وهنا بوريك حاجة ثانية، بحط value يساوي a at b dot com. حلو شباب معاي تمام. شو الفرق بين ال value وبين ال placeholder؟ شوف بحدد ال value بيعبيها كقيمة وأنا أحذف او اعدل عليها تمام. بليس هولدر بيوريني اياها مظللة عشان اكتب فوقها. وصلت؟ بعض المواقع تشوف كذا مكتوب، مجرد ما تبدا تكتب يبدا تختفي الكلمة اللي انت كاتبها. هو حاط بليس هولدر زين، لكن الفاليو بتكون معبأة بشكل تلقائي تمام. هذا الفرق بينهم. الحين هذا خلصنا من الفون، خلصنا من هلا خلص. يلا بالتوفيق 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 ان شاء الله. اوكي الله يعافيك. زين الحين باقي عندي الكانتري. الكانتري ابغاها دروب داون ليست. شوف بحذف رقم 2، بنزل سطرين زي ما تعودنا يعني، بفتح قوس بحط select. حلو تاج select، بحط name يساوي country وسكر.
حط له اي دي، اي دي يساوي كونتري. حلو، هذا سلكت سلاش سلكت. داخل كل سلكت في عندي شيء اسمه اوبشن، الخيار هذا لازم احط له قيمه، مثلا اس اي سكره، هذا اوبشن يفتح ويسكر. حلو، الاوبشن داخله بحط سعودي اريبيا، بحط الاوبشن الثاني يو اس، حلو، امريكا، وبحط الثالثة بس كذا. اللي هي المملكة المتحدة اللي هي بريطانيا. حلو، هذا ثلاث دول حطيت. الحين لو ارجع واحدث بيطلع لي اياها، هذا الثلاث خيارات اللي عندي، اختار واحد منها. تمام، هذا سلكت داخله اوبشنز. الحين الفورم عندي اكتمل، مكتمل الحين صح ولا لا؟ الفورم المفروض يبدا بتاج فورم وينتهي بسلاش فورم. حلو، هذا بطلع من فورم الى فورم وبعطيهم تاب. حلو، هذا يبدا من فورم وينتهي من فورم. حلو، كل فورم لازم داخله اكشن. الاكشن هذا وش هو؟ وين برسل المعلومات؟ بحط المعلومات ارسلها الى a.php. تمام، احفظ وين ترسل الملف. زين، في عندي حاجة غير هذا، في شيء اسمه method. method اللي هو الجيت والبوست. افضل شيء ترسل كبوست، في ممكن ترسل كجيت اذا تبي ترسل كجيت. حلو، لا البوست ما راح يشفرها، راح يرسلها مخفية. يعني بعطيك مثال، بعض شفت جوجل، زين خلنا نفتح جوجل. هذا هو جوجل، شوف الحين جوجل، هذا بوست، ترى مجرد ما اكتب يوديني بوست. حلو، لكن جيت هذا مجرد ما اكتب يوديني جيت، مش بوست، يوديني الجيت. حلو، لكن البوست لما اسجل دخول في اي موقع، يعني زي رايات، زي رايات لما اسجل، او في البلاك بورد لما اسجل دخول وش يصير؟ بصير بوست، ما يطلع لي اليوزر في الرابط ولا الباسورد في الرابط نهائيا، صح ولا لا؟ عرفت؟ فهذا الفرق بين الجيت والبوست. الجيت يطلع كل شيء في الرابط، زي جوجل لما ابحث يطلع لي نتائج البحث، يعني يطلع لي في الرابط البحث اللي انا بحثته. تمام، على سبيل المثال انا اوريك الجيت، هذا جيت، شوف كيو يساوي مطلع الكلام اللي انا كاتبه، سي اس اس لينك ستايل شيت، شفته فوق، نطلع الكلام اللي انا كتبته في الفورم حقه، هذا فورم، هذا انبوت. تمام، لا ما راح يطلع، لانه يعتمد. شوف الحين خليني اوريك مثال، هنا لو كتبت مثلا مثلا فورد، انا عدلتها في الرابط، شوف البحث ايش طلع لي. عرفت كيف؟ فهو الكيو بعدها يساوي وش الكلمه، يبدا يطلع لك النتائج اللي على الكلمه هذه، يعبيها في الفورم. يعني كان انا هو اصلا معتمد على اللي موجود هنا،
فهو معطيك فورم حط لك انبوت ووسيله الارسال جيت، مجرد ما تضغط الزر يوديها على طول يضيفها لك هنا. حلو، هذا الفكره حقتها. هذا الجيت. البوست لا، تروح مخفيه. الحين خلصنا من هذه، حفظنا، ضفنا الفورم سلاش فورم. في عندنا حاجه تحت عشان قبل لا ننساها، input، ايوه input type يساوي submit، معناها ارسال. حمد العمران لازلت معنا؟ فيه value هو فيه value، الفاليو هي القيمة، اسم النص اللي بيطلع. حلو، فهذا عندك الحين submit. خلينا نسوي هنا br. حلو الكلام، الحين كله واضح. زين، ترى عند هنا خلصنا من طال عمرك الفورم. والانبوت والسلكت، تمام؟ اي اللي هو تمام. الحين خلينا نفرض عندنا هنا تايب تليفون، بدا تليفون يكون التايب نمبر. حلو، تمام. عندي هنا عندي قيمتين مع النمبر اقدر استخدمها، ماكس ومين. ماكس يساوي كم اقصى رقم ممكن اوصل له، ومين يساوي كم اقل رقم ممكن اوصل له. حلو، الماكس مثلا صفر صفر خمسة، اي عرفت هذا التليفون. والمينيمم تمام سيف. الحين لو رحت هناك، بس هذا الحين ما اعتبره هو المتصفح ك فون نمبر، لا هو اعتبره كرقم، عرفت؟ فمن هنا اي، فلو حطيت شوف على طول لو من الرد فوق بيبدا يزيد. حلو، اي افضل شيء تحط تسوي تليفون وتحط الباترن. حلو، هذا بالنسبة لل اللي سألني مساع الماكس والمينيموم والفون. الحين ودكم تشوفون إذا هذا شو اللي قاعد يصير، يعني لما أضغط إرسال وش ممكن يصير، ودكم تشوفونه ولا؟ زين خلنا نسوي كذا. كلمته هي قصدك المدرس؟ هي كلمته. زين هذا صفحة الكونتاكت، خليني برفعها، خليني ارفعهم الحين على السيرفر الملف. تمام، هذا بس زيادة للي بيشوفها. طبعا بس عشان أكون يعني دقيق معاكم، الأوديو والفيديو ما أتوقع إني بختبركم فيهم نهائي، تمام؟ موجودة في W3 School، ذي الاثنين سهل، يعني تاج بسيط سهل، بس تحط تعطيه السورس وخلاص.
الله الله، الاي فريم هذا فكرته انه يجيب صفحه ويعرضها داخل صفحه بس، تمام؟ هذا الفكره الرئيسيه. بس انا لاني بوريك هنا ايش كان اسم الملف، احنا سميناه اي دوت بي اتش بي صح؟ لا سهلة، جدا جدا سهلة. زين اوكي، هذا ننزل هذا. طيب هذا دقيقة قبلنا، بس لاني برفعهم على السيرفر علشان تشوف الموقع وش يصير فيه، تمام؟ سبيس. لا 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 خلاص، هذه هي الحين رفعت الملفين، بس ارفع الحين الملف الثاني. حلو زين، الحين رابط هذه الصفحة اللي تونا سويناها صح؟ على موقع الحين، تمام؟ شوف شو يقول لي، لأن هذه وش هو؟ مطلوبة ريكواير، إي ريكواير، تمام؟ فبحط هنا حسن، حلو؟ هنا معبى، هذا مختار، رقم الجوال، حلو؟ اخترت عربي. سبمت. شوف ايش قال لي، فول نيم يساوي كم؟ المفروض هنا اقول له دوت، شوف كود ال HTML PR، تمام؟ أعد إرسال الفورم، شوف الفول نيم إيش قال لي؟ حسن، والإيميل والكنتري إس إيه، شوف إس إيه منين جات؟ إس إيه اللي هي القيمة هنا، الفاليو، فاليو الأوبشن، تمام؟ السيتي، ترى هذا الاسم، هذا الاسم اللي هنا هو النيم هنا، تمام؟ والفاليو هو الشيء اللي انا عبيته في الصفحة، تمام؟ شوف انا اخترت اللانجوج عربيك، شوف طلع لي عربيك. وصلت الفكرة الحين؟ هذه قدام انت تشوف اللي هو شو اللي يصير، شلون يستقبلها الموقع. وبعدين شوف الحين خليته يعرضها، هذه بطريقة البوست. الجيت بيكون هنا فيه استفهام، فول نيم يساوي، بتشوف حسن القيمة اللي انا عبيتها، عرفت؟ هذيك الجيت. بالبوست لا، بيكون مو بطالع شيء، هنا طالعت لي، شوف الحين طلعتها انا، خليت يطبعها يعني. وضحت حمد العمران، واضحة؟
محمد العمران خلاص انتهى. لا تمام، ما في مشكلة، المقطع بيكون محفوظ، ارجع له وشوفه. تمام، هذه بس طريقة عرض عشان تشوف اللي انت قاعد تشتغله، الفورم هذه والبيانات اللي قاعد تعبيها شلون بعدين تطلع، شلون يستقبلها الموقع، هذا القيمة اللي هو يستقبلها الموقع ويعرفها بالاسم بالفول نيم، ان فول نيم يساوي كذا، الايميل يساوي كذا، الكانتري يساوي كذا. لما تحط حاجة فاليو هذا اللي ياخذها الموقع، الموقع ما ياخذ غير الفاليو، ما ياخذ اللي يطلع لل... يعني مثل كانتري اس اي ما اخذها سعودي اريبيا كاملة، مش اللي طلع هنا سعودي اريبيا، الفاليو اللي محطوط عليها هي اس اي، فاخذ اي خذ الفاليو. شوف هنا عربيك بالكابيتال، وما يقرا دي، يقرا اللي محطوطه كفاليو هنا داخل اللي هي هنا، شوف الفاليو عربيك كسمول، حلو، فيطلعها لي كسمول هنا، شوف عربيك سمول على حسب سمول وانت ماشي. تمام، هذه بالنسبة للفور. الحين في أحد عنده أي مشكلة في الفور إلى الحين؟ تي أتوقع واضح جدا الفور. هذه تاقات بس كتاق علشان تفصل، يعني على سبيل المثال ثانية واحدة، هذا ال W3 سكور، حلو، وين مش ال CSS نبي، نبي ال HTML، هذه ال iframe زي ال image، تكتب الاي فريم والسورس في البادي، في البادي كل التاجات اللي بتمر عليك كلها في البادي، اللي في الهيد قليله جدا يعني. تمام، اذا جيت تعطيه رابط ملف مثل ما قلت لك، يعني الهيد غالبا تعطي معلومات بس للصفحه، هذا لا، بتدرج صفحه داخل صفحه. تبي تشوف عليها مثال؟ شوف على سبيل المثال، واضح الاي فريم، يعني لو ابي اجيب ابي اعرض جوجل عندي اقدر اعرض جوجل عندي، يعني علشان يشوفونه بعد اللي في التسجيل، بضيفه في السيرفس، بضيف اي فريم هنا، حلو، وبحط اليورل، تمام، احفظه، هذا في السيرفس، هذا في السيرفس هي جوجل. انا بروح لل اللي عندي هنا على الجهاز، بضغط على الخدمات هنا، جوجل رافض، ما يخليك تضمنه نفسه، وصلت، جوجل ما يرضى انك تضمني عندك اي موقع ثاني يقبل. يعني على سبيل المثال خلينا نروح نجرب خلينا على تي في تي سي ايديو، هي حلو، الحين حفظته، خلنا نجربه تحديد، ليه حتى هم الظاهر مو فاضي، خلنا بأجرب أضيف اللي مساعة الرابط اللي احنا حاطينه، هذا التاج اي فريم علشان تضيف صفحة داخل صفحة، شوفها الحين عرضها، شوفها صفحة داخل صفحة. ممكن احدد العرض مثلا، نقول له هنا ويدث 100%، حلو،
طب الحين رحت هنا تحديث، شفت جابها 100%. حلو، اقدر اقول لها height يساوي مثلا، height يساوي مثلا 600 بكسل. الحين لو حددت بيكبرها لي بعد، شوفها. بس شوف، لاحظ هنا انا انزل صفحتي الحالية، وهناك اقدر انزل الصفحة هذه لو فيها زيادة. تمام، وصلت. شوف الحد حق الصفحة، تشوفه الحد حق الفريم حقي. خلى بدل 600 بخليه 300 عشان تشوف. شوف، لا وصف الصفحة هذه، بس وصف لها عشان جوجل إذا جاء يفهرس الموقع يقدر يشوف الديسكريبشن. تمام، زين، هذا الاي فريم. خلني اروح هنا، هذا الاي فريم طبقناه، في ما عندك مشكله فيه صح؟ الاي فريم اي فريم اي فريم. خلنا نجي الفيديو، اي خلنا نشوف الفيديو. نفس الشيء، الفيديو بتحط السورس. هي بدال كلمة فيديو بتحط اوديو، بعدين تضيف سورس والسورس حقه، وتحط العرض والارتفاع. تمام، كلمة كنترولز، خذ راحتك، الله يعافيك، بالتوفيق ان شاء الله تلقى الخير ان شاء الله. تمام، بتحط العرض والارتفاع والكنترولز. كنترولز اللي هي التشغيل، ايقاف تشغيل، تكبير، وانت ماشي. تمام، وبعدين بتحط سورس ونفس الايمج بالضبط، بس اللهم التايب لازم تحدد وش نوعه. تقول انه فيديو، وتحط نوع الفيديو ام بي 3 ام بي 2 ام بي 4 دبليو اي في، وانت ماشي يعني على حسب نوع تمام. زين، هذا بالنسبه للفيديو. الاوديو نفس الشيء، ابدأ الفيديو اوديو، والكنترولز اي نفس الشيء بتحطه فوق، بس اللهم ما تعطيه لا عرض ولا ارتفاع فيديو لانه في شيء يشوفه. زين، الحين عندك الاي سايد. حياك الله، تلاقي الخير. اسايد، دقيقة الحين أول شيء خلنا أعطي إكسات على الفيديو والأوديو. هذا الفيديو، هذا الأوديو، باقي عندك اسايد ناف، هذا للخمسة صح ولا لا؟ هذا غالبا يستخدمون في HTML 5 غالبا. اصلا ما اشوفهم هنا، ما اشوف حتى الهيدر. هي تاجات بحيث انك تعرف وين الهيدر يبدا وين الهيدر ينتهي. تمام، وينها؟ تاج ليست، تاج ليست يمكن هنا. تمام، شوفهم هنا، شوف اسايد. اوكي، ديفاين كونتنت اسايد فروم ذا بيج كونتنت، اللي هي القائمه اللي على اليمين. ولا لا لا، شوف اسايد سلاش اسايد، شوفها، شفتها، بيعطيك اياها على جنب.
هي قائمة على اليمين، شوفها بيعطيك اياها على جنب، شفتها؟ هذا لا الله عليك، كأنه باراجراف بس بتلوحها على اليمين كذا، يعني اسايد، يعني زي النقطة الجانبية. والهيدر والفوتر فوق وتحت، بس خلينا نشوف وين اللي شوف ال صح حتى هذا هيدر، شوف article header slash header، تمام، اللي هو رأس ال، شوف هذا هو الين slash header، هنا هذا header، تمام. تبي تفصله، هذا تخليه فوق، هذا تخليه تحت، بس كتنظيم للصفحة بحيث انك تعرف كل شيء وين مكانه. والفوتر تحت، هذا اللي هو الاسايد هيدر وفوتر. الناف هذا حق القائمة، الناف نافيجيشن، نافيجيشن. شوف هذا ناف ومعطيك روابط، حلو. شوف الحين هذا المثال، شوف معطيك روابط بس على بس عشان تعرف وين وين النافيجيشن، يعني لو جيت بعدين تبحث في صفحتك تدور على الناف سلاش ناف، بدل ما تدور الله الله، بدل ما تقعد تدور في الصفحة كلها وين التيبل اللي انا حاط فيه الناف، عندك تاج تقدر تسويه ناف وخلاص، عشان بعدين تقدر توصل له بسرعة. تدور في صفحتك وين الناف، عرفت؟ هذا اللي هو النافيجيشن. السكشن اللي هو القسم، القسم اللي شو اسمه، القسم اللي فيه المحتوى اتوقع. شوف هذا سكشن سلاش سكشن، وعندك سكشن ثاني كانه قسمين، يعني شوف هذا قسم كانه قسمين، هذا قسم عندك وهذا قسم عندك، عرفت؟ كانك تقسم الصفحه، هذا قسم هذا قسم هذا قسم، تحطها في السكشن داخل سكشنات، زي المساله كانها تنظيميه، عرفت؟ فاي يعني على سبيل المثال في مثالنا احنا لو ارجع للاندكس عندي، القائمه عندي الرئيسيه الخدمات وكذا، المفروض اني احط هنا مثلا ناف، عرفت؟ لانها هذه القائمه الرئيسيه اللي من خلالها الواحد يقدر يتجول في موقعي، صح ولا لا؟ فالمفروض اني احط ناف سلاش ناف، بحيث اني بعدين اذا جاء اي، اذا جيت انا ادور عليها عشان اعدل عليها ما ادري وينها، ممكن اضغط كنترول اف واكتب ناف ووصل لها. هذا النافيجيشن حقي، حلو. اي كنترول اف، لا الناف هذه حق اللي هي حق النافيجيشن اللي هي القائمة الرئيسية اللي ممكن تتجول من خلالها في الموقع، عرفت؟ هذه ممكن تفيدك بعدين مع السي اس اس، انك تسوي ستايلينج للكود الناف بحيث انه يطلعها بستايل معين، وصلت؟ يعني خليني اعطيك مثال، هذه شفتها؟ ما ادري تسمعوني ولا؟ اي ما ادري، قلت يمكن انقطع عندي. يعني على سبيل المثال هذه ترى ناف، اذا بغيت تشوف اي صفحه وتستكشف اضغط على انسبكشن، حلو، وممكن انك تضغط على هذه وتبدا تمشي وهو يظلل لك الاشياء. شوف الكود على على اليمين، الرابط ايه تبع الرابط، شوف الرابط والرابط، عرف؟ هذا هو هنا حاطينها كدف، مو حاطينها كناف يعني، تمام. هذه اغلب يعني هذا كل شيء الى الان اتوقع انه بيختبر فيه، ما اتوقع انه بيختبر في الاوديو والفيديو، بس اللي اقدر اقول لك اياه
ممكن ايه. فبس انا اللي بنصحك فيه والشباب بعدين اللي بيشوفون المقطع، الاثنين هذين رجع لهم حفظهم حفظ، ما اتوقع انه بيجيبهم في الاختبار، يمكن يجيبهم في النظري، في العملي ما اتوقع انها بتجي، لانها لازم يعطيك فيديو، مقطع فيديو عشان تعرضه، او مقطع صوت عشان تشغله، عرفت؟ فما اتوقع انه بيعطيك اياهم. بس انه ارجع لها اقراها على على السريع، افهمها علشان لو جاتك في الاختبار تكون عارف شلون مبنية. بس ما فيها اشياء خيارات كثير، اللي الحين انا قاعد امشي عليها اللي موجود فيها مثلا اوتو بلاي وميوت، ميوت عشان تحطه صامت، واوتو بلاي عشان يشتغل اوتو بس، تمام. كنترولز عشان يطلع التحكم، ادوات التحكم. نفس الشيء في الاوديو، طبعا الفيديو دائما لازم تعطيه مقاس عرض وارتفاع عشان شلون اشوفه، عرفت؟ لكن الاوديو ما فيها مقاسات. هذا بشكل عام نفس الشيء بالضبط، اوتو بلاي شوفه واشوفه ميوتد، نفس الشيء يعني عشان احطه صامت وبس. هذا الى الحين هو التسجيل هنا انا.